السلام عليكم الاخوان الاخوات مرحبا بكم معنا من جديد في قناتكم اجو مستفدو قناه المعلومه البناء دائما في اطار نشر المعلومه ومساعده الاخرين نسال الله السلامه والعافيه ومغفره الذنوب ان شاء الله الرحمن الرحيم وان يرفع عنا الله هذا البلاء وهذا الوباء وان ترجع الحياه الى عادتها أه كما معنا يعني في الاونه الاخيره يعني فرنسا يعني حبسات يعني عدة باخيرات ويعني ألغت عديد من الرحلات يعني المتوجهة من ميناء سواء طنجة أو نادور إلى ميناء سيت بفرنسا وخرجوا واحد لافي لافي كما كتشوفوه هو هذا سويت على ميزاجور يعني دي ديريكتيف دي زوريتي تاري... دي زوري سانيتار ماروكان نو فوز انفورمون

الوقوف ديال الرحلات او تعليق الرحلات يعني هادشي لي طرا لوبجي تريتمون دي باساجي فول سبيسيو ميساجور يعني ديريكتيف دوغيتي ماروكان دوغيتي ماروكان كونسييرنو لي فول سبيسيال الانترناسيونال يعني هادشي كونسيرن لي فول يعني الانترناسيونال و سبيسيال يعني كيعني سبيسيو يعني ماشي لي فول العاديين Les gens peuvent voyager sur ces vols à destination du Maroc. Ils peuvent aller à la maison de la maison de la maison de la maison de la maison. Les citoyens marocains disposent d'un passeport marocain ou d'une carte d'identité marocaine. Il y a des personnes qui ont un passeport marocain ou d'une carte d'identité marocaine. وكذلك و سيتوان دوت ناسيوناليتي ريزيدون ماروك ديسبوزون دون كارت دو سيجور ماروكان وقال لي عنده يعني تا بطاقه الاقامه يعني لي زافريكان وكل شيء يعني اكسيتيرا يعني كاع الناس اللي مقيمين في المغرب وعندهم بطاقه الاقامه أه. كيقول كي لكم هنا واحد لا نوت ان لي كارت سيجور يعني الناس اللي في المغرب انتهت لهم بطاقه الاقامه انترني يعني لو 14 مارس لو 14 جوي غيست فالبلjusque le 31 جوي اذا هذه معلومه اخرى الناس اللي تقاد لهم يعني يعني الباسبور ولا تقاد لهم يعني لا كارت ناسيونال ولا المهم اي بطاقه اقامه هنا في المغرب يعني راه غتمتد ان شاء الله الرحمن الرحيم حتى 31 يوليوز ولكن بشرط تكون ما بين 14 مارس و 14 جوي من بعد هذه المواعيد راه غادي يكونوا رجعوا للخدمه مهم قال لك اسيدي هاد لي باساجي ضروري دا يقدموا واحد دوكيمون ا اه اه الريزلتا ديال هاد البي سي ار هاد التحليله اللي يكونوا فيها لي كوردوني لي كوردوني سويفون يعني لو نون برينون ديال الشخص اللي, اللي غادي يمشي اه خص تكون ضروري ريزلتا نيجاتيف اه ايضا خصها دار في لو دو جور يعني لي دو جور اللي قبل اللي uh, قبل ما تمشي باغ اكزومبل قال لك تا بغيتي تمشي لو كان جويي خصك يعني خصك ديرها في لو تري في لو تريز ولا لو كاتو لو كاتورز يعني ولا في لو ميم جو يعني المهم خصك تجيب لنا اج اجو يعني في, في 48 ساعه يعني خصك تجيب لنا عدد يعني التحليله ما تكونش فايته 48 ساعه bon, بون هنايا الناس اللي قلب 11 عام عفاوهم بهذا لو تيست كيدير لك واحد الرابير يعني شنو خصك اللوازم الوقائيه اللي خصك دير الماسك لوبليغاسيون ديال الماسك آه euh يعني التباعد قال euh... لك لونغيستغمون لونسومبل دباجاج كابين اون سوت سول لي ساك كاما اي لي ساك بور انفون اي بور اورديناتور سون اوتوريزي ا بور لي باجاج كابين سون اكسبتابل المهم قال لكم اي حاجه غادي دير في آه، لا هي هذيك كما يقول لك آه، في الطائره عندها جوج ديال كيكونوا دو سوت كيكون وحده لقدام وحده اللور آه، كيديروا فيها الناس الحوايج بحال واحد البيته صغيره كيديروا فيها الحوايج يعني ولا كابين هي الناس اللي كتطلعهم معاك الحوايج اللي كتطلعهم معاك لا كابين يعني اون بورد لافيون آه، لي ساكام قال لك سول لي ساكام يعني الناس اللي يعني لي ساكام و ولي ساك تاع لي زونفون و لي ساك ديال لورديناتور هما لي يقدروا يطلعو معاك يعني في الطياره ديرهم في فلاكابين بون عفوا هذا الشيء اللي تقال هنايا دابا هذا الشيء انا قلت لكم ملخص هذا الشيء اللي جات به لافي ديال لارام ولكن الحقيقه ان الناس مشات اليوم ومشات البارح وكيتصلوا بيو وكيقولوا لي راه ما كاين لا بي سي ار والو راه انا ما بغيتش نقول شي حوايج اخرى ولكن راه ما كان غادوز باسبور عندك مطبوع غادوز راه ما كان لا سخانه لا المهم انا ما غاديش نقدر ندوي على شي حاجه اللي ما يعني ما تخرجنيش ولكن راه الناس مشاو بدون اي مراقبه او اي يعني بدون اي تحليله الناس دازوا يعني غادي نوريكم لوديو ديال السيد اللي كان متبع معايا وتشوفوا يعني كيفاش يعني السيد اتصل بي وقال لي راه مشيت الا اليوم وصلت وراه ما كان والو يعني ما سولوني لا تحليله ما سولوني لي بشرط الرخصه اللي كتجيبها بالعماله الاستثنائيه للسفر يعني ضروري يعني خصك تجيب هذيك الورقه من العماله يعني لك راك اذا انا نوريكم بقاو معايا ثم اسمعوا معنا هذا زبون ديالي متابع السلام عليكم خويا مهدي كي داير حبيبي هاني كلشي بخير صافا كلشي مزيان صحيحه المهم بغيت نقول لك اخويا مهدي راه داك الشيء ديال لي زاناليز وداك الشيء راه ما منوش انا راه يلاه خديت الفيزا ان شاء الله وراني قطعت البيي والمهم راه ما كاين لا لي زاناليز لا والو لا لي تيست لا والو د كوفيد ما كيطلبوا حتى شي حاجه في المطار المهم ما تكون فراسك وصافي وداخل مهدي درتهمش خديت الفيزا ديالي ومشيت هذا <applause> ما كانوا ملي كتوصل عندهم في الديوانه راه ما كاين حتى شي واحد اللي كيجبد لك لو تيست ولا واش درتي ديال كوفيد ولا حاجه واحده اللي كيجبدوا لك هي رخصه العماله سيتو المهم بوكو. عفوا بون كوراج لكل شيء وبرافو عليك اخويا وشكرا بزاف على المعلومات اللي عطيتينا اخويا مهدي الله يحفظك ميرسي بوكو أه اذا كملت مع الهدرة ويعني حاولت ناخذ به معلومات يعني سولت واش قالوا لك شي حاجه واش يعني وسولت على هذا المشكل ديال كيفاش الباخره ان الناس يعني انتم باش تشوفوا ولا كومباني اللي مشى معها انا ما كنديرلاش الاجهار ولكن باش تعرفوا مع من مشى مهدي هذا الشيء اللي قلت لكم صافي ما كاين حتى شي حاجه زعما كيتقلع ولا شي حاجه قلت لي اللي تي سوال وما كاينش ميم ديك لا طومبيراتور اللي كيعبروا في المطار ما كايناش كيعطيوك واحد الورقه كيقول لك سي الا بغيتي تعبر الا بغيتي دير ديك التحليله فابور سي نو ما بغيتيش راه كتخرج بحالك من المطار هادشي الشيء اللي كاين اذا كما سمعتوا راه حتى هذيك التحليله كيقول لك, لك اختياريه بريفيرابل الا بغيتي ديرها ولا ما بغيتيش ديرها وغراتويتمون اخويا مهدي مشيت اخويا مع العربيه ماشي لارا العرب. مشيت مع العربيه <applause> اذا كما شفتوا معنا ما بقينا فاهمين والو بحالي بحالكم تناقض كبير لا تخرج كتخرج بافي أه ما كاين والو فرنسا ها هما الناس داخلين خارجين بالمطار ما كان والو علاش حبسوا كل الباخيرات حبسوا لان الاكتضاد وهذا هو يعني اللي كيطرح يعني الاقتراح قلت لكم ان الناس انا فرنسا كثر عليها الشغل ودارت البي سي ار سبه أه شنو نقول لكم نسال يعني الله السلامه والعافيه يعني راك شفتوا معنا بالدليل القاطع ان الناس مشات البارح ومشات اليوم هذا يلا مش اليوم صديق يعني قال لي راه ما كاين والو راه ما كان لا بيسي والله اعلم انا ماشي كنقول لكم كنقول لكم شوفوا كنعطيكم افي كيقول لكم ديروا البي سي ار وكنقول لكم الناس اللي مشات السيد راه اتصل بيا قبيله قال لي راه مشيت حتى للمطار سولت قالوا لي راه ما كان والو مشى للمطار كاع قال سول قال له ما كان والو الناس دازت ما كان والو وما عرفتش علاش هادو دايرين هاد لي زافي هكا والله ما بقيت عارف انا ما فهمت والو في هذا أه الشيء لا اله الا الله محمد رسول الله نسال الله السلامه والعافيه ومغفرة الذنوب ان شاء الله الرحمن الرحيم وان يرفع عنا الله هذا البلاء نتمنى تسوى الوضعيه للاخوان ديالنا في المهجر خاصه يعني في, في, في فرنسا وكذلك اسبانيا وايطاليا وبلجيكا أه كان معكم اجي نستافدوا الناس اللي كتشوفنا اول مره هذه قناه اجي نستافدوا اللي كتهضر على مواضيع الفيزا والهجره واللجوء وتسويه الوضعيه ايضا للمهاجرين غير نظاميين آه الى فيديو قادم ان شاء الله مع السلامه